الحمد لله يعني عملنا يعني براتيكمون الفريق تبدل 70%، تعرف باش تكون فريق حب الوقت. الحمد لله يعني توجنا في الاخر المجهودات الكبيره نتاعنا بالفوز باللقب، اللقب الثاني هذا في مسيرتي مع فاليتا في 3 سنين. اكيد فاليتا عبد الكريم يظهر لي بعد المشاركه في الادوار التمهيديه نتاع تشامبيونز ليج، يظهر لي مغامره جديده باش تتعاود ان شاء الله. الهدف ان شاء الله نمشيو اكثر ما يمكن في الادوار التمهيديه اللي تخولنا باش نلعبوا الاتحاد الاوروبي في الحقيقه، هيك شنو نحبوا احنا. ثم ديرون فور اكيد عبد الكريم يظهر لي. ثم ديرون فور الحق يعني كما قلت لك احنا جددنا الفريق 70% سنة، يعني الاجانب اللي جاوا الحق عملوا اضافه كبيره. ديرون فور باش يكون يعني دو ولا تروا جوير ماكس. تروا سيزون هذوما ديما عبد الكريم نفتي نلقاو هداف. مجهود هذا كبير وسيرتو يعني بدلت البوست نتاعي يعني مش جديد عليا، ما ساعات نكون ديما المهاجم الثاني في الفريق. تتويج الفريق الكل. في مخك انك باش تكمل التجربه ان شاء الله مع الفريق هذا، ولا ثم عروض اخرى ربما عبد الكريم حاب يبدل الوجهه، ولا مرتاح مع الفريق هذا؟ والله الحمد لله مرتاح انا مع الفريق هذا. ديجا حكينا مرتين في تجديد الكونترا 70-80% يعني بتأمين. قامت فرق اخرى سويت من مالطا ولا خرج عبد الكريم؟ لا من مالطا. مالطا هون يعني فريق كبير اخرى جدا. ما واحد يقول الحمد لله يعني انا مرتاح في فاليتا، ما عنديش على ايش باش نبدل ولا باش نمشي لبلاصه اخرى. في فريق زاد قاعد نقرا على روحي هوني نكمل في التدريب نتاعي. التدريب يظهر لي عبد الكريم اللي خول لك يعني كمدرب انك تدرب يظهر لي في الاتحاد الاوروبي حاجه بليس سيور، يعني سيرتو انه تاخذ الاتحاد الاوروبي يعني قيمه كبيره برشا وهيك علاش انا شتينا فيه يعني اغرام كبير فهمت في كره القدم. اتبع في الشامبيونات اكيد عبد الكريم في السي اس اس تبع في الجمعيه الحمد لله قاعدين نربحوا ان شاء الله نكملوا هكا شامبيونات باهي ان شاء الله نادي الشيخ يكمل مسيرته بنجاح. فما شويه ضغط اما الضغط هذايا نخلوه ايجابي على الفريق ما ناخذوش للسلبي.